فما اعتقدش ان دي هيكون ليها اي مجال يوم 25 يناير، يا رب يعني، طبعا المسائل كلها قدر يعني. المهم انها الحمله دي بتهدف الى انقاذ ثروات مصر يوم الاحتفال بثوره 25 يناير من اي عبث ومن اللهو الخفي. طبعا انا بقيت بقى دلوقتي حكايه اللهو الخفي دي منزعج منها جدا، لانه ما بقتش فاهم يعني ايه اللهو الخفي. يا اما احنا عارفين يا اما احنا مش عارفين. لو مش عارفين لا فدي مصيبه، ولو عارفين وساكتين فالمصيبه اكبر. انما يعني نفضل كلنا نلف حوالين بعض كده ونضحك على بعض ونتكلم على اللهو الخفي ونجامل الناس وجهات وكذا، وانه لا واصل يعني في ناس لا يتطرق اليهم الشك وفي ناس، هو احنا الفيديوهات اللي شفناها دي كلها ايه؟ الفيديوهات دي يعني وهم كانت عندنا، يعني شفنا وهم ولا 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 في ايه؟ على اي الاحوال احنا معانا يعني فيديو للدكتور عصام محمد رمضان بيشرح فيه تفاصيل هذه الخطه عن بوابه جريده الوفد. خلينا نشوف ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أمين عام مستوى الدفاع المدني وكبير الصحراء العامة وعضو الاتحاد الدولي لمواجهة الأزمات والكوارث. فكرتنا فكرة بسيطة جدا، اللي هي إعادة هيكلة متطوع الدفاع المدني وأعمال الدفاع المدني اللي هي كانت موجودة سابقا أيام الحروب، اللي هم كانوا مجموعات من الشباب ومجموعات من الناس واللجان الشعبيه. ويمكن ظهر مفعول او قدرات هذه المجموعات الشعبيه ايام الثوره، ثوره 25 يناير، في عمليه التامين المنازل والشوارع والكلام ده كله. لا، ابتدينا نعيد نشاطنا تاني من جديد بالاتفاق مع وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، على اساس اللي هو جنبا الى جنب لحمايه المنشات الهامه والمنشات التي ذات قيمة مادية والمنشآت الخاصة أيضا وشوارعنا أثناء احتفالات الثورة المجيد بإذن الله. فكرة التكوين كانت موجودين، هؤلاء الشباب كانوا موجودين أيام الزلزال وأيام السيول وكانوا عاملين نشاطات جميلة جدا، واجهوا الكوارث مواجهة يعني فعالة واثبتت وجودها في الكارثتين اللي احنا قلنا عليها السيول والزلزال. كان لابد من التنسيق مع الجهات الرسميه لاعاده هيكلتها من جديد مره اخرى. يمكن كان في معوقات سابقا قبل الثوره، معوقات من الحزب ومعوقات من وزير الداخليه السابق حبيب العدلي المسجون حاليا، اللي هو الغى هذا التنظيم والغى هذا العمل لسبب ما. حتى الحزب نفسه لغى الموضوع ده وقال لك ده هيأثر على الشباب الحزب وبتاع ويبقى تنظيم شديد وبتاع وقوي. لا، بقينا نواجه من امين عام الشباب الدكتور نبيل علقامي انذاك، وقال لك لا ده ممنوع وممنوع مش عارف ايه، وبعدين صدر قرار بايه؟ بحل هذا التنظيم التطوعي لاعمال الدفاع المدني. في المرحله بعد الثوره كان لابد من استعادة هذا التنظيم لمواجهة يعني عدم إسقاط الدولة، لأنهم كلهم شباب بيحبوا مصر، ليس لهم انتماءات سياسية أو حزبية أو أغراض مادية أو أغراض سياسية. بداية التنظيم بالتطوع في جميع أماكن المتطوعين اللي هم جاهزين، متطوعي الهلال الأحمر المصري مع متطوعي الكشافة والمرشدات مع متطوعين في مراكز الشباب المختلفة ويمكن في المنشآت الحيوية والمنشآت الحكومية. مرة أخرى نعود إليكم. محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل حددت جلسة 14 يناير الحالي أولى جلسات بدء محاكمة رجل أعمال نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان الموجهة إليه، وده محكمة شمال القاهرة بالعباسية. النيابة انتهت من التحيات في القضية. أشرف على التحيات المستشار عمرو فوزي المحامي العام أول نيابة وسط، وقررت حالة المتهم للمحاكمة عقب التحقيقات اللي أجرتها في بلاغ ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وآخرين بيتهموه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والاستهزاء بالملابس
ورموز الإسلام اليوم. وأفكر حضراتكم إنه كان في يعني كرتون على الفيسبوك وكذا وبتاع على واحد بدأ أو واحدة منقبة. فالكرتون كان إن ميكي ماوس بدأ وده كان على تويتر، وميمي من يعني ديزني، شخصيات ديزني منتقد. والحقيقة أنا اتكلمت مع الأستاذ ممدوح إسماعيل لما طلع الكلام ده وقال أنا هرفع قضية و إلى آخره، و يعني قلت له ممكن يبقى ده يعني فساد ذوق، لكن ما اعتقدش ان ده يبقى في تعمد الإساءة للإسلام. وبعدين اشمعنى ساويرس؟ ما الفيسبوك مليان ناس عاملة جروبات إساءة وإلى، طبعا احنا مش موافقين على أي من هذا، ولكن استهداف البعض في مفاصل معينة أو استغلال يعني زلة لأخطأ واحد، يعني واضح ان نجيب ساويرس يعني شخص امبالسيف يعني تلقائي وعفوي، وممكن اللي يجي على دماغه يقوله او يعمله بغض النظر عن الموائمات او الـ يعني التحوطات اللي ممكن يحطها البعض. لكن يمكن ده جاي في وقت غريب شوية، لان احنا عندنا يعني اعادة في الانتخابات في المرحلة الثالثة. على اي الاحوال نجيب ساويرس قال انا ماليش دعوه بحزب المصريين الاحرار، وحزب المصريين الاحرار مش نجيب ساويرس ولا الدقن او النقاب هو الاسلام، لانه يعني الدقن موجود في الديانه المسيحيه وموجود في الديانه اليهوديه، و يعني غطاء الراس او النقاب موجود في اماكن اخرى، ملوش يعني مش ده هو رمز الدين، ده مش رمز الدين. ممكن يبقى احد الاشياء اللي بعض بيرى انها من باب الفضل في التدين، اللي بيربي دقنه بيقول ان انا بعمل كده يعني تطبيقا لحديث نبوي، حفوا الشارب واعفوا عن اللحيه. لكن ده مش شرط، مش شرط يعني 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 هل اللي مش مربي دقنه يبقى معنى كده انه خرج من دائره الاسلام او من دائره المله؟ على اي الاحوال الموضوع بما انه يعني معروض امام محكمه، اعتقد ان المحكمه اقدر بانها تناقش هذه المساله. النيابه بتقول ان محامي الجماعه الاسلاميه اللي هو ممدوح اسماعيل ذكر في اقواله ان المتهم له مواقف معلنه يرفض فيها الماده الثانيه من الدستور. الحقيقه ده مش صحيح. هو الماده الثانيه من الدستور دي ماده من مواد الدستور، ما هياش ماده مقدسه. لكن الكلام اللي قالوه حزب المصريين الأحرار والكلام اللي موجود في كل الإعلانات إنه لا إحنا ما يعني إحنا متمسكين بالمادة الثانية من الدستور، ووضع الإسلام كدين للدولة ومصدر للتشريع هو اللي اتفق عليه، اللي تم الاتفاق عليه من كل الناس، إن مبادئ الشريعة الإسلامية مش الإسلام دين الدولة، ما خلاص كلها متفق عليها، إنما مصدر للتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. أما موقفه الرافضة للحجاب فأنا أعرف يعني علماء مسلمين وعندهم وجهات نظر في موضوع الحجاب، في ناس كده. على أي الأحوال هو بيحط الكلام ده كله عشان بيدلل على أنه بيتعمد ازدراء الملابس والرموز الإسلامية. إحنا معانا على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل. أستاذ ممدوح. أيوة أستاذ جمال، إزاي صحتك؟ الحمد لله. أنت سبقت اللقاء بمرافعه الدفاع. لا انا الحقيقه هذه المرافعه يجب ساويرس ان ياتي بمحامي مثلك. هذه المرافعه احنا او هذا الموضوع انا اتناقشت فيه مع حضرتك قبل كده على الهواء لو تفتكر. ايوه بس انا وانا مش محامي حد. حضرتك ينبغي ان تترك المرافعه لاهل المحاماه فقط. لا انا راجل اعلامي وبقول وجهه نظر وبشرح ما اراه يعني محيط بملابسات هذا الموضوع. وانت ليك مطلق الحريه ترد وتقول اللي انت عايزه. سمعني مرافعتك. رساله محايده. سمعني مرافعتك. انا ما عنديش مرافعه. انت قدمت قبل ما اتكلم، قدمت مرافعه فصدرت قبل ان اتكلم. لا وانا حاجه زيك، وانا حاجه زيك يا استاذ ممدوح. ده انت محامي مفوه يعني تستطيع ان تاكل 10 زي. لا 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 ده انت اخويا حبيب اكلك ازاي بس. ممكن اكلك من حلاوتك يعني. يا سيدي كتر خيرك. اتفضل يا استاذ ممدوح. انا عايز اقول بكل وضوح يا استاذ جمال، القضيه بقى لها عده شهور
وانا لست انا الوحيد المتقدم من البلاغ، بل في ايه، انا عايز اقول خبر الناس مش واخده بالها منه، في 1000 مواطن تقدموا بلاغات في هذا الشهر، 1000 مواطن بمختلف الاشكال والالوان والمحافظات، نساء ورجال. في مساله النيابه العامه جمعت البلاغات وحققت فيها، وانا لم انشغل بهذا الموضوع لانه بعد ذلك ظل يعتذر عبر القنوات الفضائيه. فانا فوجئت بان النيابه العامه حركت الدعوه وحالتها الى محكمه جنى عبلاء وحالتها جلسة 14 واحد. يعني انا يعنيني في هذا المقام الاهتمام بشيء واحد مهم جدا. نعم. هو اعلاء سياده القانون على جميع المواطنين بدون تفرقه. دي ما فيش فيها خلاف. او سلطان او نفوذ. ده اللي بيعنيني في المقام الاول، انه بعد الثوره لا يتحصن احد بماله او نفوذه او باستقواه باي جهه كانت. صح. وان المواطنين سواء امام القانون. صح. فقط ده اللي يعنيني في هذا المقام. صح. صح. بس يعني على اي الاحوال ارجو ما دام انت شرحت هذه المساله بهذا الشكل، اعتقد ان اللي بتقوله ما فيش خلاف عليه، مساله عدم الاستقواء باي جهه او باي شخص او مال او كذا او عزوه او 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 ما فيش فيها خلاف. ولكن بس احنا عايزين نخش على مرحله جديده هنا بقى على المستوى السياسي يا استاذ ممدوح، ما يبقاش فيها احن او يعني شكل من اشكال التربص، يعني نقدر نبتدي بدايه تسعنا جميعا زي ما بنقول. والله يا استاذ جمال ما فيش تربص ولا شيء مطلقا. المتهم في هذه القضيه له مواقف قانونيه حتى الان لم يرفع عنها الستار، وما زالت الجهات القانونيه يعني عليها علامه استفهام في قضايا في نيابه الاموال العامه. هو متهم وسئل فيها في اختلاس 58 مليون جنيه من شركات عربات النوفل السكه الحديه، والقضيه حتى الان لم تحال. في قضية اللي متهم فيها الجاسوس الأردني اللي هي إنشاء 7 شبكات هوائية على منفذ العوجة، أنا عايز أقول إن في مخالفات قانونية وفي مواطن. أيوة، بس المخالفات القانونية دي تهم منسوبة حتى الآن لم تثبت وما تمش تحقيق فيها ولا المحكمة ولا أي شيء. تم التحقيق فيها، تم التحقيق فيها وأنا عندي صور من التحقيق. يعني صدر حكم يا صدر حكم يا أستاذ ممدوح؟ لا لا لا, لا, لا طيب. لم تحال. أنت محامي، لم تحال ده معناه إيه؟ عند النيابة. لم تحال ده معناه إيه؟ قانون تحال المحكمة، ما زال التحقيقات. تحقيقات سريعة، قد تحال أو لا تحال على حسب جدية. لا لا، انتهت التحقيقات والموقف غامض بشأنها. طيب يعني قد ترى النيابة قانونا هنا في أي قضية إن الورق اللي قدامها لا يكفي للإحالة للمحاكمة، مش كده؟ لا 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 يا أستاذ جمال، في قضية أموال السكة الحديد 6 جهات رقابية أدانت الشركة التابعة لساويرس في اختلاسها 58 مليون جنيه، 6 جهات رقابية. لا ده مساله، انا عايز اقول ايه، دي مساله دلوقتي. هو انت موقفك، لا لحظه واحده، انت موقفك دلوقتي يا استاذ ممدوح، انت بتتكلم على مساله ازدراء الاديان ولا بتتكلم على شخص ساويرس وشركاته وانك قاعد له متربص له؟ لا 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 لا، انا بتكلم على اعلاء سياده القانون على جميع المواطنين، على جميع المواطنين. طيب دلوقتي عشان انا ما سمعتش حضرتك قلت اي حد غير ساويرس لحد دلوقتي. أنا مش مكلف على فكرة، أنا لا أعرف ساويرس ولا شفته ولا أعرفه ولا استضفناه ولا بيجي لنا ولا معايا رقم تليفونه ولا عمري كلمته وما أعرفش. فيعني عشان ما تبدوش المسألة كما لو كانت، بس أنا هنا بـ 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 بحط مبدأ. أنا عايز أحط مبدأ، أنا عايز أقول كلمة يا أستاذ جمال. نعم. أنا بيعنيني في قرار إحالة النيابة، أنا حاسس إن ده موقف مشرف للنيابة في ظل بقول حضرتك إشكاليات سابقة ومواقف قانونية سابقة. أنا بقول ده موقف مشرف إنها لم تلتفت لشيء وأحالت الموضوع بقانونية واضحة، ممكن ياخد براءة، لكن اللمسة القانونية في الإحالة بتعطينا ضوء جميل جدا أن مصر القانون والعدالة فيها لا تنظر إلى أشخاص. على أي الأحوال أنا بس ليا طلب عند حضرتك يا أستاذ ممدوح، بما عرف عنك من يعني عدالة ويعني اتباع للحق، إنه لما نتكلم على ازدراء الأديان نتكلم على انه من يوجه اساءة لاي من يعني الديانة الاسلامية او الديانة المسيحية. طبعا متفق معاك، انا متفق معاك في كده. بس على اي الاحوال بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي، ويعني هكذا هو الامر.